بس الحمد لله مزيانه، قاعد الظروف موفره لينا الحمد لله من طرف الجامعه. هذه المباريات تكون هي مباراه استعداديه، كنوقفوا فيها عدد نقاط القوه ونقاط الضعف ان شاء الله، باش نكونوا ان شاء الله جاهزين في المقابلات، يعني المقابلات المهمه هي اللي الكاليفيكاسيون ان شاء الله للجوز الاولمبي ان شاء الله اللي غتقام في فرنسا. بعد الوجه المشرف في كاس العالم، الطموح ديالكم انتم؟ صراحة الطموح ديالنا كيزيد وكيكبر، بغينا ان شاء الله ديما نبقاو في القمة ان شاء الله، وديما نبقاو في المستوى اللي مزيان ونحسنوا المستوى ديالنا اكثر ونفرحوا الجماهير المغربية. كيفاش كنت استعدادات مع المدرب الجديد بعد رحيل الأربيتروس؟ صراحة المدرب في المستوى الكبير، استعدادات كتمر معها كما كنقولوا بروفيسيونال بزاف، وان شاء الله غادي غتكون اضافه ان شاء الله جديده ان شاء الله مع الناخب الوطني ان شاء الله، وغنكونوا ان شاء الله في المستوى. خديجه مرشحه لجائزه افضل حارس في مرمى افريقيا، الشعور ديالك؟ الشعور ديالي هو شعور كاي لاعب، انا فرحان بزاف، كنتمنى انني كنشرف بلادي، واي لاعب كيطمح بانه باش يكون احسن لاعب ولا يكون احسن حارس، وكنتمنى انني كنكون شرف الكره المغربيه.